بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً ولا أطيل في المقدمة، أسألكم سؤالاً أي الصناعتين أنفع وأروع وأبرع؟ واي المشروعين انفع وارفع اي المشروعين مشروع صناعه الاشياء ام مشروع صناعه سيد الاشياء وهو الانسان اي المشروعين نحن في حاجه اليه لقد برع الانسان في صناعه الاشياء من الحديد والخشب فصنع الاله وصنع الطائره وصنع الباخره وتطور في صنع الاله وصنع الاشياء من يدوي كهربائي اوتوماتيك الكتروني نووي ولكنه وخاصه في هذا العصر تقاعس كثيرا في صناعه الانسان وتطويره من مرحله الجاهليه الى مرحله الانسانيه الى مرحله الربانيه مهمه من صناعه الانسان مهمه المؤسسات التربويه مهمه المؤسسه الاسريه مهمه المؤسسات الاعلاميه مهمه المثقفين والفنانين البنائين انها اخطر المهمات واصعب الصناعات ان تصنع انسانا نافعا ان تصنع انسانا وتخرج انسانا مبدعا ربانيا يكون خليفه لله في الارض حسب ما اراد الله ايها الاخوه الاعزاء الان نحن امام مؤسسه تربويه وصرح علمي كبير استضفت لكم اليوم ايها الاخوه الاستاذ خليل العسكر مدير عام مدارس الارقم ومدارس الارقم من اهم مصانع الانسان تاريخها عريق مهمتها علويه مسؤوليتها عظيمه ثمرتها واضحه ظاهره وان اردت ان ابحث في مجتمعاتنا لوجدت كثيرا أمثال مدارس الأرقم، ولا أنكر مجهود التربويين في كل مكان، لكني أردت أن أقدم لحضراتكم رمزاً، ومنهجاً من مناهج التربويين، لعله يكون لنا نبراساً نقتبس منه فنربي ونحسن التربية. أيها الأخوة الأعزاء، كونوا معي وتأملوا كيف تكون التربيه لقد ظهر ثمره هذه المدارس في صوره ابناء عظام ساريكم اثناء حلقتي هذه ثمره من ثمار هذه المدارس وهو طفل يحفظ القران كله جئت لكم بطفلين الاول في الصف السابع يحفظ عشرين جزءا والثاني في الصف التاسع يحفظ القرآن كله أولا أيها الإخوة أحيي وإياكم السيد فضية الأستاذ خليل عسكر مدير عام مدارس الأرقم ورأسها والخبير التربوي التعليمي والعلمي السلام عليكم ورحمة عليكم الله, الله وبركاته عليكم السلام أشكرك على مجيئك وعلى تلبيتك لرغبة قناة نورمينة حتى نعكس ما عندكم لعلنا نكون بهذه الدقائق دعاة خير ودعاة تصنيع علوي ليتعلم غيرنا كيف تصنع العقول وكيف يرقى الإنسان أولا أنا حابب كثير أعرف مدارس الأرقم أنا أسمع عنها يعني هي مسموعاتها معروفة لكن معلش ننتهز وجودك نعرف يعني ادينا فكرة عن المدارس أولا قبل ما ندخل في موضوع الموضوع الخطير التربوي ومناهج التربية عندكم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد بداية احييكم بتحيه الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واتقدم بجزيل الشكر والتقدير لقناه نورمين الفضائيه على هذه الاستضافه الكريمه في هذا البرنامج، برنامج حديث الروح، كما اتقدم بجزيل الشكر للاخ محمد المشرف على هذه الحلقه وعلى هذه التقدمه التي اسال الله عز وجل ان نكون عند حسن ظن الجميع. بداية مدارس دار الأرقام الإسلامية وعمان الدولية تتبع لجمعية المركز الإسلامي الخيرية وقد أسست هذه الجمعية قبل أنشئت قبل حوالي خمسين عاماً وقد احتفلنا في هذا العام بهذه الذكرى ذكرى مرور خمسين سنة على تأسيس هذه الجمعية بعنوان خمسون عاماً من مسيرة العطاء والتميز. وجمعية المركز الإسلامي تشرف على قطاعات ثلاث القطاع الصحي ويتمثل في المستشفيات المستشفى الإسلامي في عمان والمستشفى الإسلامي في العقبة ومراكز طبية منتشرة في أنحاء المملكة وكذلك الرعاية الاجتماعية وهي تشرف على مراكز في جميع أنحاء المملكة تقدم العون والمساعدة للفقراء والأيتام والمحتاجين أما القطاع التعليمي فلجمعيه المركز الاسلامي اكثر من خمسين روضه ومدرسه منتشره في انحاء المملكه من شمالها الى جنوبها ومدارس دار الارقام الاسلاميه وعمان الدوليه هي احدى ثمار جمعيه المركز الاسلامي الخيريه وهي تحمل رساله تربويه اسلاميه على نهج الاسلام الحنيف لتربيه هذا الجيل تربيه إسلامية وليكون هذا الفرد وهذا الطالب منتمي لدينه ولوطنه ولأمته ومدارس الأرقم الإسلامية وهي تقع على ربة من ربى عاصمتنا الحبيبة عمان في ضاحية الرشيد وعلى مساحة أرض حوالي ثمانية عشر دنما وهناك مدرسة أخرى انضمت إلى مدارس الأرقم في منطقة تلاع العلي واسمها عمان الدولية فأصبحت مدارسنا مدارس دار الأرقم الإسلامية وعمان الدولية أنشئت هذه المدارس عام 1987 بروضة أطفال صغيرة وها هي الآن والحمد لله تضم في جنباتها حوالي ثلاثة آلاف طالب وطالبة يدرسون في مدارس حوالي سبعة مدارس من رياض الاطفال وحتى الثانويه العامه. وهذه الحقيقه المدارس لها اداره عامه ولها جهاز اداري وتربوي لها مدير عام ومدير للشؤون الاداريه ومدير للشؤون التعليميه ومدير للشؤون الماليه. وهل هذه المدارس الحقيقه ميزه تختلف عن كثير من المدارس بانها مدرسه رساله ودعوه ولم تكن في يوم من الايام حقيقه مدارس استثمار وتجاره. وبالتالي كان الاهتمام من اليوم الاول عندما انشئت هذه المدارس وعندما اختار الاخوه الكرام الذين سبقونا في العمل واسسوا هذه المدارس اختاروا اسم الارقم ابن ابي الارقم وهي المدرسه الاولى التي خرجت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقه إيجاز سريع عن هذه المدارس وفكره المدارس وبارك الله يعني مرة. نختصر رساله مدارسكم في جمله رساله مدارسكم رساله تربيه جيل نعم وتنشئه جيل نعم وتطوير جيل نعم آه معلش اعمل مداخله يعني ما رايك في المستوى التربوي آه، الذي نراه الان في الجامعات وفي المدارس وفي البيوت وفي الشوارع. نسمع كل يوم حوادث صراعات ولدرجه وصول الصراع الى القتل والجرح والمستشفيات يعني هذا المستوى ما سببه؟ آه، والله انا لي اعتقد ان سبب هذا العنف له عده اسباب. حقيقه عندما تحدث اي مشكله في المنهج العلمي والاسلوب العلمي لحل المشكلة يجب أن نعرف أسباب المشكلة حتى نستطيع أن نتطلع على حلها وعلى أن نختار لها الأساليب المناسبة للحل أنا أعتقد أن ما يحدث في هذه الأيام له عدة حقيقة أسباب وليس سبب واحد وأن مشكلة العنف حقيقة التي تلازم الطلبة في بعض المدارس والجامعات أعتقد أن هذه الحقيقة المشكلة مكتسبة ومتعلمة وأنها حقيقة يعني مرافقة لبعض الأطفال منذ الصغر